الماستر الى الكثير والسلام عليكم الاعضاء المحترمون. تبارك الله عليكم، الله يوفق الجميع. لا والو ما ندرس هنايا. السلام عليكم، يلا تحياتي. موعدنا في الدورات ان شاء الله، وغادي ان شاء الله غادي نوريكم الوجه كيفاش عامل السياسي وراشد، وان شاء الله غنبقى راشد والشمايس كلشي اللي هو هذا ان شاء الله. تحياتي خوت حشومة عليه، لانني ان شاء الله الدعوه ديالي غادي تخرج به والله لا كمل في المسار الحياه ديالو لا في مجلس العماله ولا شنو حاجه، ولكن الدنيا هي هذه والله راه فوق كلشي. والسلام عليكم. الصناع لانني انا كنمثلهم في الصناعه ديال الخدماتيه، وفي هذا الانتخاب ان شاء الله تجديد المكتب اللي هو تعود في هذا لاحقا ان شاء الله. بهذا هنا كنبلغ تحيه لجميع الاخوان، هم الصناع التقليديين ان شاء الله غادي نخدم بالجد، وغادي ان شاء الله نعمل المجهود كامل ونكون عن حسن الظن ديالهم. والمشكل اللي هو اللي توقعته، لان السي الحميدي تبارك الله عليه يعني كنحييه من هذا المنبر، لانه جابني في وسط القاعه، هذه اللي ما تقبلتهاش، لان قال لي جبت تزكيه. في نفس الوقت مشيت انا وجبت تزكيه من عند الحزب ديالي، ما كان يقول لي ما تجيبش تزكيه. ملي جبت تزكيه جا داخل في وسط القاعه وشوهني، يعني كيتسمى بانه راه انتصر. ما فهمتش هذه الخطوه اللي كيعمل، هذا الشيء هذا لا يعقل. جابني في وسط القاعه وقال لي ادخل لانهم غادي يصوتوا عليك. قلت له واش اكيد بانك انت غادي تهضر مع الاعضاء؟ وهي ديال اللائحه معدله، عامل لهم لائحه وعطيها لهم صيفطها لهم في الواتساب. فهمتيني؟ جميع الاعضاء اللي هما هذا كيمشيو بالاوامر، يعني كيمشيو بالتيليكوموند، فهمتيني؟ وربما راه يكونوا مخلصين، وبزاف الحاجات راهي كاين العوامل، لان هذا الشيء هذا ما بقاتش الشفافيه والوضوح في هذه المساله ديال الانتخاب. وهذا الشيء هذا راه مصيبه، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. القوي كياكل الضعيف، وكيقولوا بانهم راهما زعما ناس عندهم نزهاء، ناس عندهم بزاف الحاجات، لان هذا المشكل هذا خصو اعاد النظر. وكنوجه لصاحب الجلاله هو الرئيس ديالنا ونصره الله عز وجل، نصره الله وايده، يشوف هاد الخبث اللي هو كيتوقع في جميع المجالس ديال السياسه، يعني يا في الجماعات يا في الغرفه. وهذا ولا حول ولا قوه الا بالله، والله يمهل ولا يهمل، وان شاء الله كل واحد غادي يدي الجزاء ديالو. السلام عليكم.